يواصل معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية يواصل فتح أبوابه أمام الزائرين بمشاركة فنية من ذوي الإعاقة الذين يقدمون منتجات يدوية ومشغولات تعبر عن قدراتهم. يأتي هذا من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم المختلفة. المزيد نطالعه في سياق التقرير التالي. بمجرد دخولك لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية سيخطف نظرك الجزء الخاص بذوي القدرات الخاصة. جمال مندور أحد المشاركين بالمعرض يعرض لوحات يصنعها من الرخام الصناعي، ورغم مشقة تلك الصناعة إلا أنها تبعث في نفسه الحياة، كما أن مشاركته في أحد أضخم المعارض تشجعه على تطوير صناعته. بعمل أعمال تراثية كلها هاند ميد من الرخام الصناعي والخشب الطبيعي اللي بتمثل روحنا وروح البيئة والحارة المصرية. الشغل ده بنعمله مثلا من حوالي من سنة 2000. الحمد لله جهاز تنمية المشروعات بيتيح لنا فرص كبيرة قوي من خلال المعارض العملاقة اللي بيعملها، بتفتح لنا باب التصدير. تختلف أشكال الإبداع هنا، فمشاركة مؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة هي جزء آخر يظهر فيه الإبداع عن طريق صناعة المشغولات اليدوية والرسم والإكسسوارات. فيعمل أصحاب الهمم هنا على تطوير مهاراتهم ونشر هذه الصناعات والفنون في ظل دعم الدولة لهم. المؤسسة بتعمل تغيير جدا في أولادنا فعلا، بتعمل لهم أولا بتدعمهم، بتشوف من كل طفل أو كل ولد أو بنت بإيه الحاجة اللي هم بيقدروا يعملوها، وبتحاول إن هي تطور فيها وتبرزها أكتر وتنميها عندهم بحيث إن هم يبقوا شكل أجمل وأحلى، وده بيرفع جدا من روحهم المعنوية. خطوات تلو الأخرى تتخذها الدولة لدعم ذوي القدرات الخاصة من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم المختلفة.